buraya biz emekli arkadaşlarımızla fotoğraf. أنا آتي إلى هنا كل عام مع أصدقائي من هواة التصوير الفوتوغرافي من أجل توثيق وتصوير زهور التوليب. نقوم بتحميل الصور التي نلتقطها على مواقع التواصل الاجتماعي كي يشاهدها الجميع ويستمتعوا بهذا الجمال. Parkın güzelliğini çekip herkese gösteriyoruz internet üzerinden. Avcılardan geliyoruz. İnternette أتينا من منطقة أوجولار في اسطنبول، وذلك بعد أن شاهدنا صور زهرة التوليب المنتشرة عبر الإنترنت ومدى جمالية حديقة أميرغان. نتجول هنا ونستمتع بهذه المناظر الجميلة لزهور التوليب وألوانها المتعددة، وهذه الزهور تزيد من جمالية اسطنبول. İstanbul'a çok yakışan şeyler bunlar.